أنا الالتزام دايما بتعلم بتحرك ببص لقدام بجري مش بس عشان حياتي بحب الكورة بطير بحلمي وعندي هدف وإلى أخبار الألعاب الأخرى، شدد إبراهيم المصري لاعب الفريق الأول لكرة اليد الرجال بالنادي الأهلي على أن المنتخب الوطني جاهز بقوة للفوز بلقب بطولة كأس الأمم الإفريقية التي انطلقت فعاليتها أمس في الجابون. وأشار المصري إلى أن المنتخب خاض فترة إعداد جيدة في لاتفيا وفرنسا، إلى جانب تسلحه بخبرات اللاعبين والدوافع القوية التي يخلقها الجهاز الفني بشكل مستمر. وكان المنتخب الوطني قد افتتح مشواره في البطولة بالفوز على المغرب. لسه عندنا أخبار كتير، ولكن بعد هذا الفاصل ابقوا معنا.